سقط قتلى وجرحى في قصف للتحالف على مواقع وتجمعات الميليشيا في البيضاء. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف معسكر قوة الأمن الخاصة والمجمع الحكومي ونقطة عزة بالمدخل الشمالي للمدينة، فيما تتواصل المواجهات على الأرض بين المقاومة والميليشيا في جبهات عدة. إلى التفاصيل. في البيضاء تتواصل المواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع في معركة باتت تنتظر نهايتها باندحار الميليشيا وسقوط عهدها. وذكرت مصادر في المقاومة الشعبية أن المقاومة شنت هجوما واسعا على تجمع للحوثيين في جبل المعينة، وتمكنت من قتل 9 حوثيين والسيطرة على الموقع، فيما قتل 4 آخرون في كمين للمقاومة استهدف آليات عسكرية تابعة للميليشيا بمنطقة الروضة في مديرية الزاهر. كما هاجم رجال المقاومة مواقع الحوثيين في جبل هرمز بمديرية ذي ناعم، وسقط في هذا الهجوم عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح. من جهته شن طيران التحالف عدة غارات على مواقع الميليشيا في المحافظة، مستهدفا معسكر اللواء 26 حرس جمهوري بمديرية السوادية ومقر قوات الأمن الخاصة على مداخل المدينة ومواقع أخرى في الدقيق بمديرية ذي ناعم. أما ميليشيا الحوثي والمخلوع فهي كالعادة ترد على خسائرها وتراجعها بقصف عشوائي ومكثف بصواريخ الكاتوشا على مساكن المدنيين في منطقة الحبج وقرى آل حميقان وعدد من المناطق الأخرى.